حصة الرياضيات بالرقم واحد، ما هذا العدد يا زينب؟ واحد واحد، ما هذا العدد؟ واحد. واحد. هذا العدد كم؟ واحد. واحد. هذه ألون حسب العدد المطلوب، ما هذا العدد؟ واحد. واحد. كم يوجد سيارة هنا؟ اثنين. اثنان. هيا نلون سيارة واحدة بحسب العدد هذا، واحد نلون واحد. ها يلا نلون. أحسنتي، كم سيارة تم تلوينها؟ واحد. سيارة واحدة. هذا الله سبحانه وتعالى، الله كم يا زينب؟ الله واحد. الله واحد. الله واحد. الله واحد. الله واحد. كم يوجد مسجد في هذه الصورة؟ اثنان. هذه كعبة. هذه ها هنا مسجدان، هنا كعبة واحدة. أحسنتي أحسنتي يا زينب أحسنتي. هذا العدد، هذا العدد اثنان، هذا العدد اثنان. أحسنتي، هذا العدد اثنان، نكتب هذه الطريقة اثنان اثنان. ولون حسب العدد المطلوب، هيا ولون حسب العدد المطلوب في كل مجموعة. واحد. واحد. هيا نلون واحد. أتريدين القمر أم النجمة؟ القمر. القمر أم النجمة؟ أوكي. هنا نلون كم شكل؟ واحد. اثنان. هذا صورة مربع دائرة نجمة، مربع دائرة نجمة. ماذا نلون؟ مربع. مربع ودائرة أم نجمة؟ ماذا تختارين، دائرة أم نجمة؟ دائرة. دائرة. ما هذا العدد؟ اثنان. أعد 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 ثم أصل الرقم بصورة مناسبة. كم كتاب زينب في هذه الصورة؟ اثنان. وهذه كم بيضة؟ ثلاثة. وهذه كم بقرة؟ واحد. اثنان. ماذا نوصلها، الكتب أم البيضة أم البقرة؟ الكتب. الكتب. أحسنتي، هذا العدد واحد وهذا العدد اثنان. أحسنتي يا زينب.